تتواصل فعاليات النسخة 33 من معرض الخريف والذي افتتح أمس في مركز البحرين العالمي للمعارض بالصغير ويستمر حتى 30 من ديسمبر الجاري. ويقدم معرض الخريف تجربة تسوق موسمية ينتظرها الكثير من الأفراد والأسر من مواطنين ومقيمين وزوار المملكة، حيث يجمع المعرض العديد من الشركات والمنتجات المحلية والإقليمية والدولية تحت سقف واحد، حيث يحتوي معرض الخريف على عدد كبير من المعروضات ذات الصلة بالمواد الغذائية والمنسوجات والألبسة والعطورات ومواد التجميل وغيرها الكثير. يشار إلى أن معرض الخريف نجح هذا العام في استقطاب 650 عارضا من 14 دولة تحقيقا لتطلعات ورغبات الزوار والمتسوقين من داخل المملكة وخارجها.